عاد للانضمام إلينا من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى أستاذ عمر، هل تسمعني بشكل جيد؟ نعم، حياكم الله. حياك الله. رئيس مجلس محافظة ديالى يقول إن النازحين أو ملف النازحين في المحافظة هذا العام لن يغلق. على إلى أي مدى ترون أن الواقع على الأرض يؤكد كلام رئيس مجلس المحافظة؟ تؤكد يعني المحافظة بحكم كثرة الميليشيات عليها كما قلنا قبل قليل لأنها من أكثر الملفات تعقيدا في الملف الأمني وملف النازحين وكثير من الملفات التي باتت تتحكم فيها الميليشيات، من حيث أن غياب الحكومة المركزية يؤثر بشكل كامل على هذه الملفات، بما أن هي أيضا هي الحكومة المركزية عاجزه تماما عن توفير الخدمات اللازمه للمدنيين سواء كانت في محافظه ديالى او في غيرها، ولكن الواقع الفعلي في محافظه ديالى يؤشر ب يعني خطوره كبيره للمدنيين ولكن النازحين، وتمثل يعني سقوط الميليشيات على هذه المحافظه العامل الابرز في تهجير المدنيين في هذه المحافظه، فضلا عن الممارسات لا انسانيه التي تقوم بها تجاه المدنيين وفي يعني طائفه معينه تتعمد هذه الميليشيات والحكومه في التهجير القسري. طيب كيف ترون اوضاع النازحين في المدن المهجر منها اهلها وجهود الحكومه حيالهم؟ الحكومه هي عاجزه، لا تستطيع ان تقدم لنفسها شيئا، كيف ان تقدم للنازحين هذه الملفات الكبيره والمساعدات التي يجب ان تقوم بها بغض النظر عما كانت هذه المساعدات متوفره او الامكانيات متاحه لهذه الحكومه، وبالتالي فان سياسه الحكومه الحاليه ومقبلها الحكومات المتحافظه في ظل الاحتلال تتعمد سياسه العقاب الجماعي وتتعمد سياسه التغييب القسري وسياسه التهجير القسري، كل هذه الحاله لا انسانيه التي تقوم بها الحكومه هي بقصد وتنوم على عمليه مغيثه حتى تمكن من يعني افراغ المنطقه وافراغ المحافظات من سكانها لتنفيذ مخطط اكبر. هل هذا يعني أنكم تتفقون مع ما حذر منه مجلس محافظة الأنبار من حصول هجرة عكسية في حال عدم استلام النازحين لمنحة العودة؟ نعم، يعني هذا منحة العودة هي يعني ملف من الملفات الكبيرة التي وعدت فيها الحكومة المركزية النازحين، وبالتالي في كل مرة تفشل هذه الحكومات لا سيما أن هذا وهؤلاء المدنيين ليس لديهم مأوى وليس لديهم مكان آخر يرجعون إليه، وهذه المبالغ المالية يعني التي تخصص لهم هي قليلة جدا ولا تلبي حاجاتهم، ولكن بقدر الإمكان هناك عائلات تستطيع أن تستمر في هذه لمدة شهر أو أكثر حتى تستمر في العيش، وإنما هذه المبالغ المالية تقوم بشرطتها الحكومات المحلية والحكومة المركزية بحجة تزييعها على النازحين. طيب صحيفة الجارديان البريطانية قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها برئاسة دونالد ترامب بصدد ترحيل 1400 مسيحي عراقي منهم من له حكم جنائي في العراق، ما الذي جعل المسيحيين يهجروا إلى العراق اليوم؟ وهل سيجدون ملاذا آمنا حين يعودون إليه؟ بطبيعه الحال فهذه يعني الوضع الاجمالي في العراق لا يشير الى ان هناك استقرار، وحتى ترجع طائفه من الطوائف وترجع مجموعه من الناس الى هذه المدن، وحتى يعني السياسات الدوليه تجاه العراق هي سياسات خاطئه ولا تنم عن صدق نيه في توفير الامن والامان للعراقيين ولا سيما المهاجرين منهم، وبالتالي فان الضغوط الامريكيه على الحكومه العراقيه والتدخلات الايرانيه في العراق لا تسمح في اي حال من الاحوال ان تكون هناك منطقه امنه في العراق، وترى هذه التهجيرات وترى هذه الاعتقالات وترى التهجير وغيرها من الممارسات والافعال اللا انسانيه تقوم بها الحكومه وبمباركه المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحده الامريكيه وايران في العراق حتى تكون هناك اكثر من يعني تنفيذ خطه
كبيره التي تفرضها على العراق من قبل الحكومه والسياسات الدوليه. نعم، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.